بإن تاون اليوم رح نروح على عالم الإنترنت، على عالم شركة بيسايدرز مع مدير الشركة السيد نديم سركيس. أهلا وسهلا فيك. بيسايدرز هي شركة بلشت سنة 2002 إذا مش غلطانة. 2002 نعم. ويب كومباني. لما بنحكي ويب هو عالم بحد ذاته، يعني نحن عن شو عم نحكي تحديدا؟ مزبوط، نحن بلشنا سنة 2002 كنا نعمل ويب سايت وديفلوب ويب سايت وهيك، بعدين تطورنا شوي صرنا بعالم الاونلاين ماركتينج. سنة 2005 صرنا اندر لايسنس من MSEO، شركة أمريكية فور SEO، يعني سيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو التحكم بالرانكينج على جوجل. سو صرنا اكثر بالاونلاين ماركتينج وبالSEO، يعني الناس بتعمل ويب سايت وبعدين في الستيب تاني كيف يفوتوا على الويب سايت وكيف الناس يعرفوا على الويب سايت. سو ذس از وات وي ستارتد دوينج بال 2005، واليوم نحن وي ار لونشينج ريبيوتيشن، اللي هو اتس ا سيرفيس فور اونلاين ريبيوتيشن مانجمنت. نحن عم نحكي عن ريبيوتيشن، بالعربي الدارج صيت، يعني صيت الاشخاص، صيت الشركه، هل اوقات هالايمج هالصوره يلي بتنعطى ان كان على شغل معين، على شركه معينه او على شخص معين. اليوم حضرتكم بهالشركه يلي فعلا فيها يكون عندها تأثير، يعني كل شيء على الويب على الانترنت اليوم عم بيكون عنده تأثير كتير كبير على الأشخاص، كيف عم تشتغلوا لتحسين هو يعني كل شخص عنده الإيمج تبعيته، بس دايما في الإيمج اللي هو اللي بيحب الشخص بيعطيها لحاله، بس مش دايما هيدي الإيمج اللي بتبين على السيرش انجن. واليوم صرنا بنعرف انه مين ما كان بعد بعشر دقائق من ما يتعرف على حدا رح يفوت اول شيء يفتش على جوجل، والريزلتس اللي رح يجون على جوجل ما ضروري هن هدول يكونوا الريزلتس الشخص بده يعرف عن حاله فيهم. سو نحن وي ورك اون ذس تنظبط الايمج الشخص اللي بده يعطيه عن حاله. ايام شخص بيكون صار عنده مشكل صغير، يما شيء حدا حكى عنه شيء بالعاطل اللي متفر، بيكون كل الضوء على السيرش انجن على هذا الشيء، وبيكون ما ضروري هذا يكون الترو ايمج اوف ذا بيرسون. وهذا الشيء اللي نحن بنركز عليه ونفوكس عليه تنقدر نظبط. هلا مثل ما بتعرفي بالسيرش انجن ما فينا نقبع ريزلتس، ما بينحطوا ريزلتس، بس 80% من الاشخاص رح يروحوا على اول صفحه الريزلتس. سو اللي يعني اللي بتساع 10 صفحه جوجل اور اني اذر، يعني لكل شخص ممكن يكون عنده 10 صفحات عم يحكوا عنه، 10 اي 10 ممكن يوصلوا ل 10 صفحات. مزبوط نعم، 10 ريزلتس اللي هن رح يكونوا عم يحكوا عنه. سو بما انه نحن ما فينا نشيلهم الريزلتس، اذا في شيء صحف معينه عم بيحكوا، يا اما شي بلوج شي سوشيال ميديا وات ايفر عم بيحكوا عن هذا الشخص، ما فينا نجي نقول انه بليز شيلون لهود الريزلت. اللي بنعمله انه بنعمل غير بوست، غير نيو ارتكلز، غير بريس ريليز، غير وات هيك، اللي بيكون اوبتمايزد اكثر تيجي يسبق الريزلت، تيصيروا يبينوا هدول العشر اللي نحن بدنا نتحكم فيهم، وهدوليك بدهم يروحوا على بيج 2 اور 3، اللي تقريبا لانه 85% من العالم رح يشوفوا بس اول صفحه، سو ما بيقعد حدا بيشوفه. يعني بنحط الاشياء الايجابيه بالبدايه لحتى نجرب نخبي شوي الامور العاطله عن الشخص. حضرت لنا فيديو رح نشوفه بيعطينا شوي التفاصيل اكثر. So what's the internet saying about you and how is that affecting your image? Negatively. While identity is what you say about yourself, image is what others say about you. Online reputation management gives you control over everything that is being said about you on the internet. And 72% of customers will take action right after reading a positive review. 85% of online customers read between 6 to 10 recent reviews before making a purchase decision. 88% of online users read reviews to determine the quality and trust of a business, brand, or individual. Whether you're a business owner, a doctor, an average person, a celebrity, or a politician, you are subject to inaccurate information about you on the internet. In order to have correct and positive information about you, you need to consider online reputation management. So what is online reputation? Online reputation can include Wikipedia articles, news articles, blogs, social media, images, and videos. Just anything. Now, online reputation management is about improving or restoring your name or your brand's image. This is by enhancing positive content and weakening or eliminating the inaccurate or negative material found on the internet. At Besiders, our team of professional copywriters, journalists, graphic designers, bloggers, and video producers will create the content you need to enhance your image online and start publishing.
The only way to position any type of content at the top of search results, we need to manually build links and mentions from multiple trusted websites on the internet. And that requires SEO, search engine optimization. We are an SEO company with a proven track record of enhancing rankings of major brands in the region. So we use our 16 years plus of search engine optimization experience to implement our online reputation strategy. This helps us convince big search engines like Google that the content we publish is more important than what is already found on the web, and therefore position our articles on top and bury unwanted content. We look forward to helping you take control of your online reputation. So go ahead and give us a call today. We will give you a call, أكيد لأنه الفكرة كتير حلوة فعلاً. في كتير أشخاص عم بيعانوا من هالموضوع اليوم بعدنا عم نحكي بأنه الإنترنت صار ممكن كتير يستعمل للإساءة أكثر من الإفادة وتحديداً بالأمور الإنترنت الشخصية. الإنترنت is a free democracy. مين ما كان بيحكي شو ما كان وما ضروري أيام القصص اللي بتنحكى تكون هي المضبوطة أيام الإيمج اللي بدو يعطوها عن حالهم الناس. شفنا أنه أكيد من 16 سنة وما فوق ولكن يعني مثل ما تفضلت وذكرت أوقات المعلومات ما بتكون دقيقة، أوقات بيكون في لغط بأمور معينة. حضرتكم لما بتكون تشتغلوا مع شخص أما مع شركة هل تتأكدوا من المعلومات؟ إيه أكيد، نحن أكيد بدنا نتأكد. يعني أول شيء بنعمل انترفيو لشخص، بناخذ منه المعلومات، الإيمج اللي بده يعطيها عن حاله، بنتأكد من المعلومات اللي بده يبينها، وساعتها بنشتغل. أول شيء بنخلق الكونتنت، بنخلق الإيمج، maybe sometimes it's videos, sometimes it's graphics, artwork, whatever، بنخلقوا كلهم هدول البريس ريليز. بعدين بيطلعوا على ال يعني we post them on the internet and then we have to نعلين on the ranking which is هذا process اللي اسمه search engine optimization. تايز الرانكينج تبعهم يعلى وهدوليك يبلشوا ينزلوا القصص اللي بركي منهم. ممكن تساعدوا كمان هالشخص لحتى يعني ممكن تساعدوا لحتى تختاروا المعلومات اللي لازم تنحط. يعني يمكن أكيد. شخص يجي لعندكم متضايق من موضوع معين ولكن منه عارف شو الحل. مزبوط. هل في مجال انه حضرتكم تساعدوا؟ مزبوط، لانه نحن بنشوف شو اللي منحكى اوريدي عنه وشو اللي بده ينحكى بالثاني، يعني شو الايمج اللي بده هو يعطيه عن حاله، شو اي وات از هيز ترو ايمج اللي بده يبينها، وهذا اللي شيء بنشتغل عليه. قد ايه بدهم شغل؟ قد ايه بدهم وقت شغل؟ هو ات ديبيندز على يعني اذا في بارتي اللي هي كرايسيس مانجمنت، اللي هي اذا في شيء عاطل، اذا ما في شيء عاطل ومنه ما في شيء بس بده يظبط الايمج تبعه بتكون اهون. بس هو السيرش انجن يعني مش اليوم نشتغل اليوم ببين، sometimes it takes time. إذا في شي صحيفة صار لها 4 سنين عم تحكي على موضوع معين وكتير فيزيتد وهيك، الوقت بياخذ أكثر وقت، يعني sometimes بده 6 أشهر تيبلشوا السيرش انجن. ما فينا نتحكم فيه، مش نحن بنتحكم فيه، بنقول بدنا نكون هون بدنا نكون هون، هو بيعطي عنده الألغوريتم تبعه اللي بيصير يعطي، بس حسب الأماونت أوف شغل اللي بده ينعمل الريزلتس بيصيروا بغيروا بيناتو. ولكن تحضير هالموضوع وليبلش ينزل اونلاين. التحضير هو البارتي الهينه اذا بدك، يعني لانه اول بارتي هو بس بينكتب وبينعنى، ما هذا بركي بده شي شهر. بينزلوا everything بينزل على on the search engine بيكون كله صار موجود. بس اوكي اذا كانوا ببيج 2 3 اور 4 ما حدا رح يشوفهم، الصعوبه هو نجيبهم من بيج 3 تيصيروا على بيج 1 وينزلوا هدوليك الريزلتس اذا في ريزلتس منهم منيح ويبلشوا ينزلوا. اصعب من انه ننزل معلومات من اول وجديد؟ اكيد اصعب لانه هون عم بدنا يعني بدنا نشيل معلومات، وهن اجمالا اذا بيكونوا مثلا صحف وصحف معروفه وكذا بيكون عندها اوتوريتي عاليه، سو بتكون بتبينه، يعني اكيد بدنا تنسبقهم، هي اصعب من ما تنبلشها عن اول وجديد اكيد. يعني لما بدهم هالاشخاص ينزلوا معلومات جديده بتاخذ وقت اسرع، بتاخذ شي شهر تقريبا، بتاخذ شي والنتيجة شهر والنتيجه كمان بتكون مزبوط. وكمان فينا يعني حسب قديش الكومبيتيتورز، قديش في هذا الاسم قديش صعب. سمتايمز بيكون في اسم شخص بس في شخصين عنده ذات الاسم وعنده ذات هيدا، سو بدنا نركز انه على هيدا مش على هيدا، سو هيدا كمان فاكتور بيتاخذ انتو كونسيدريشن بس نشتغل على الموضوع. ولكن هالشغله بتحسن امور كثير تحديدا للشرك كمان. مزبوط. يعني اذا كان في ببعض الاحيان فضايح ومنها كثير دقيقه، ما هو اتس نوت اباوت اونلي بيرسونال، ات كود بي ا براند. يعني في مطعم بركي يكون صار عنده مشكل صغير، يا ما في شخص، يا ما في براند معين، براند بدها تظبط الريبيوتيشن، مش كله تظبيط بس في قصص كمان بده يبين يعطي الايمج اللي بده اياها.
يعني حضرتكم اكيد بتشتغلوا بطريقه يكون فيها مصداقيه كمان، يعني تكون المعلومات أكيد صحيحه، ما يكون فيها اختراعات. مزبوط اكيد. لكن ممكن يتواصلوا معكم على العناوين والارقام يلي مرقت معنا على الشاشه. yes. اهلا وسهلا فيك استاذ نديم سركيس، حضرتك مدير شركه بيسايدر، شكرا لوجودك. ثانك يو، ميرسي. رح ناخذ وقفه سريعه وننتقل على المطبخ مع شيف شعب.